بص يعني لما خازن دي لما فضيت انا قلت لسلاقه مات ده طول بعرض وجدت يعني حاجه تتخاف منها مش حاجه شبهك كده عشان ما تضيعش وقتي ووقتك انا مش هتكلم غير في وجود المحامي بتاعي هو انت بتقفق في مين يا روح امك بضاعة كانت في المخزن فين يوم انا مش هقول غير حاجه واحده بس انا لو وقعت مش هقع لوحدي انت شكل الافلام واكله دماغك كده شغل عزة ابو عوف والجو الضيق ده انا ما عنديش وقت ليه انا هلعبها معاك لعبه احلى هات الحيوان اللي جوه تتكلم ولا ريحهولك خمسة يوم أربعة ثلاثة اثنين هو أنا ممكن أسألك سؤال هو مين ده؟ هو ده مش أخوك أخويا مين يا عم وربنا لسه أول مرة أشوفه دلوقتي حالا الله بيه أنت مين يا والله العظيم ثلاثة أنا ملحقتش أشرح مش أنا اللي أنتوا عايزينه أنا كنت على قهوة فجأة لقيت نفسي هنا يعني ده مش أخوك أنت؟ أخويا يا عم هو شبه محمد الشرنوبي وأنا شبه ليبرون جيمس هينقصك يا أنا معايا ورق يوديك ورا الشمس والله وقعت يا محمد بيه روح يا دي جملتي أنا المفروض كنت أقول دي بتاعت محمد بيه انا المفروض كنت اقولها مش هو هو بهايم اللي انت عملته ده الله بشكل عبيط قوي عبيط قوي يعني كنت جامد قوي كنت كل حاجه مظبوطه ده انت بهايم يا ريس يا ساعد زمن واخو الحي يبقى عندي ساعد زمن ايه هم خمس دقايق ده يبقى عندي غور شوف السواق الحيوان ده فين إن ضاقت بك السبل وظننت يوما أن أحدا لا يحبك فاللسطى يحبك لما قالوا لي ان راجل من بس يا ابني انت العبط يا حاضر حاضر يا سعد مين الولد ده يا عم ربنا ما اعرف هو جايبينه بيهددوني بيه عشان هو اخويا اخوك ازاي العيال دي ما خدتش بقولش في ثانويه عامه لا ادب يا خفيف الله ده انت جايب الدفعه بقى كلها وجاي وجاي اشيلك يعني وبعدين يا جدعان في سنتر مكه التعليمي اللي انا فيه اسكت انت بقول لك ايه شيل الولاعه اللي معاك دي الا تحلق نفسك وتعالى لي فارس لفال حلو تعالى يلا بس كده كفاية عبدو ازيك يا حبيب لوس وحشتك وحشتني قوي اول حي والله العظيم بقول لك انا مطلوب انا اتربطت بمساجي يعني مش انت عارف ان اللوستة لا يترك احدا وحيدا ابدا ايوه انا شفتك وانت اتربطت بمساجي ايوه خد بالك الرابطه دي ما حدش يعرف يعملها دي رابطه معل ايوه رابطه معل عبد ايوه رابطه استواد صحيح اما يا جماعه معايا اللوستة عبده اللوستة عبده من اكبر الناس اللي بتفهم في العربيات في مصر تسيب له عربيتك وانت بتطمن ما يقدرش ينصب عليك راجل كفاءه واصلي يعني اصلي اللوستة عجلاتي اصلي بتكسر عليا ازاي يعني ما انت شايف الإبابة اللي انا راكبها كل دقيقته ما انت شايفها انا لسه عندي صحيح انا لمبه الزيت عندي بتنور لا انا عجلاتي لوست عجلات الجنزير عندي لمبه الجنزير بتنور فكه واربطه تاني
الجنزير اتك عليه كويس. طيب ورعاشه. موضوع ان انا اربط راجل كبير ده مش انا اللي ربطه، هو حاول ينقذني وشاكرا قدر يقضى على شويه من الاشرار من الكاست، بس هو ما قدرش يتغلب على البيج بوس اللي هو اللي في اخر ليفل الوحش، واتربط جنبي وقشتك ومن قضينا وقت حلو مع بعض. يعني هو طب ده الورشه بتاعتك فين؟ عارف انت بعد ما تنزل من الطاين سايد في نوكاسي بتعدي تالت كوبري تالت كوبري بتعدي بعد البنزيمه، بتخش يمين في شمال في يمين في شمال. ده بنزيمه الوطنيه اللي في تايم سكوير. لا وطنيه بالانجليزي. بالانجليزي لان احنا في انجلترا يعني. فاول ما تمسك بقى الاسفلت وانت طالع على الميرسي سايد بعد تالت زراعيه على الشمال، انت اللي حاسس ان المدن كلها بقت المسافه بينهم قلت في الورشه لا 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 ما انا كنت عمده البلد. لا دي قصه كبيره قوي قوي قوي. خليها في وقت خليها تاني. خليها في وقت تاني لان بصراحه يعني الوقت ازح وانا حران قوي. طب هو انت تعرف ايه على الذنب؟ بقول لك الوقت اخر وانا حران قوي حران قوي قوي في صهد. طب انا كنت عايز اسالك سؤال. هو ايه على الذنب بيفطر ايه؟ في صهد والله العظيم، في نار وفي غل كده بتاكل في حد. الريحه في واحد انا شم ريحه شياط. هو ايه على الذنب جدع؟ لا انا هو حراق. هو حراق. هو حراق شويه بس انا ما اكلتوش قبل كده. طب انت جربته؟ الروايه بتاعت يحيى عزام جاي امتى؟ انت تعرف حد بالاسم ده؟ انا بحبه قوي بصراحه. تعرفه؟ بحب قصتها في المونتاج. راجل كبير وسكت على الشتايم لانه راجل كبير وانا ما اتعودتش ان انا ارد الاهانه باهانه، بس بحبه يعني بس مش للدرجه يعني. لا حبه زي ما انت عايز يعني، بس طلعنا انا بره المهاترات ده. ماشي. طب انت لعبت سكرو مع يحيى عزام قبل كده؟ لا انت زهقتني بجد والله العظيم. بتشجع مين يا استاذ عبده؟ بتشجع مين؟ لا خلود. بتشجع مين هيكسب الدوري السنه دي؟ والله النبي ايه؟ مين؟ النبي ايه؟ لو هتدرب فيه الرأسة قد ده نهار ازرع على البني ادم. فكرني بقى بالحاجات دي. ايه ده؟ خلاص انت رحت هناك ما رجعتش ولا خلاص خلاص نبعت نجيبك. خلاص يا استاذ عبده. لا ما تخلينيش اده بقى للعيال والله العظيم ده يعني والله العظيم ده دي حاجه زعل قوي ده قد. لا والله العظيم ده دي حاجه زعل. لو انت هتدرب فرقه تدرب مين؟ ها؟ انا هدرب الحرفيش او ورشهان. برشهان ورشهان من يونايتد. لو فاضل في حياتك 90 دقيقه وهتفرج على ماتش واحد بس، هتفرج على مين؟ هتفرج على ديربي المحل. مش عايز اوضح ليه. ماشي. لو فاضل لي 90 دقيقه اعيش واشوف ماتش ايه؟ ممكن اشوف اي ماتش سعودي ان شاء الله، ابها وفرقه توحيد والنور. المهم ان انا اكون جنب تركي آل الشيخ. هو يحيى يا عم يحيى. قصتها في المونتاج. لا ده انت لا. يا حرام يا حرامي. انا عايز يحيى عزام. انا بصراحه انا زهقت. انا عايز يحيى عزام. تعال يا عباس. تعال 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 يا عباس. تعال عزك عامل ايه صحيح؟ تعال. ايوه كده كده. ايوه راجل كبير وبيخرف. لا انا عارف انك زعلان والله. يرضيك اللي بيحصل دوت يا عباس. يرضيك والله. هتقول يحيى عزام بيكتب وجميل وقال لي في معرض كتاب ان هو يمضي لي على القصيده بتاعته. في ايه يا جماعه؟ مش كده. لا اله الا الله. يا نهار اسود. في ايه؟ مش معامله دي. ايه ده؟ ازيك يا ايه ده؟ عامل ايه؟ استاذ يحيى ازيك يا رب؟ ايه متجمعين عند النبي ان شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ انا طالبك بالاسم والله العظيم. أيوة. الله يسامحك. ليه؟ انا كنت عايز اشوفك والله. والله انا بحبك. خلينا نتربط في ده سوا يا اياد. يعني عايز اشوفك وحشني يا عم. ماشي رن عليا هنزل لك. انت ساكن جنبي بنص ساعه. انا والله العظيم الموقف ده يعني انا محطوط فيه غصب عني برضه يعني. انا ما اعرفش حد بالاسم ده. كنت عايز اعرف هو انت يعني كسبت كام من سكرو؟ والله زي اللي انت كسبته بالظبط من فيديو كده. قصتها في المونتاج. طب انت بتكسب من روايات قد ايه مثلا في الروايه؟ نفس اللي كسبته من سكرو اللي هو نفس اللي انت كسبته من فيديو. قصتها في المونتاج. طب بما ان انا يعني بصراحه يعني جايبك هنا وعشان بحبك وكده، فالكرسي ده بقى يبقى مقدس بالنسبه لي. تحب مين الضيف اللي يجي بعدك بقى هنا في نفس المكان؟ قصتها في المونتاج. هو انت صحيح ليه كنت بتتنمر على عبد العاطي وانت صغير؟ عندي مشكله كبيره جدا مع مصنع قلبز بجد. مشاكل انت ما تتخيلهاش. مشكله بي ار مش هحب اتكلم فيها قدام كاميرا. ما بقاش في حد في المكان الظاهر كده ان هم دخلوا يريحوا. لا لا ثواني يا حرامي. مفيش حد. مفيش حد. ما تيجي نروح الاوضه. انا هروح الاوضه. انا حرام. هترجعهم. لا مؤاخذه. لا مؤاخذه. نروح كده اتفرج على. يلا بينا. يلا يلا شحن سريع سريع. يلا يلا يلا. هتعرف تقف؟ هحاول. ماشي يلا بينا. فكرت اسرق سكرو زي ما هو سرقها يعني؟ لا عادي. حسيت ان انا ممكن لو كنت جات لي الفكره دي الاول انا ممكن اصلا اسرق كل الالعاب اللي بنلعبها في القهوه واعملها كاردز جيم وابيعها واكسب منها فلوس كتير يعني، ويبقى اسمي كرييتيف. اديه زق برجلك كده كمان واحد. انت رجعت انت لورا. يا ساتر يا رب. بقولك يا اياد انا اسف. شدني مش عارف شد.
اعدلني بس لفت بس بس حاسب عشان ايه بس. هنحك لا مؤاخذه بس يا ساتر. الحمد لله الحمد لله على السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اياد الموجي هو يحيى عزام ودي حلقه جديده من برنامجكم المفضل ما بقتش حمل. حلقة النهاردة مميزة ما بقتش حمل لان احنا معانا قامة ادبية قامة من قامات السوشيال ميديا والادب والكرياتيفيتي والكونتنت كرييشن كل وال لا هشام جمال يجي يقعد مكاني بقى فاهم. تعالى بقى خد شوية بقى معايا يحيى عزام النهاردة بما ان احنا معانا القامة الادبية دي فهنتكلم عن الادب. ما بقتش حمل الادب النص نص الادب النص نص السودو ادب حلوة دي حلوة السودو ادب حلوة ما بقتش حمل السودو ادب. تعرف الشاعر ده؟ اه طبعا ده شعره كتير قوي ما شاء الله يعني. دايما كله بيسالني ايه السبب ان انت بتكتب بالطريقه دي؟ ايه طريقتك في الكتابه؟ ان انا بحب اشغل نغمه ودايما بكتب عن نغمه القاع الموسيقي بتاعها. الله في الكلام ده موجود بقى في دم الدم التك التك الدم الدم بتبقى كده لا بتبقى رايقه كده وهو في حاجه هو هو كده. هو بيتكلم صح الحلاقه بتاعته تقول ان هو شاعر جدا يعني. فكره ليه حاجه بيلاقيها ماشي على نفس القاع الموسيقي القاع الموسيقي حاجه كويسه او حاجه جميله هو قال القاع الموسيقي ماشي على القاع الموسيقي ما قالش ايقاع قال القاع الموسيقي بتبقى ماشيه دايما على اي ايقاع موسيقي اهو ظبطها هو خلي بالك هو ده بيفهم هو بيقول ايه بعد ما بيقوله شوقتني ان اسمع حاجه ليك يا حبيبي سمعني وانا كمان والله ايه ده هم دول المذيعات ما شاء الله دي قناه ايه شرق الدلتا طبعا نو اوفنس والله بنهزر بنهزر بهزر والله احسن ناس في الدنيا شرق الدلتا وغرب الدلتا بس انا بسالك دلوقتي على الاوتوفيت الايه قصيده كنت كاتبها يوم 6 اكتوبر باسم ابن الشهي تمام ثانيه اجيبها ثانيه اجيبها على النت ثانيه سيرش قصيده عن الاب جوجل موقع ادب توداي منتدى ادب توداي اشتاق اليك ايها الشهي كل ايام وكل دقيقه اسال امي متى ستعود ابي امي تبكي كل يوم ده لسه والله اول مره اقراها في حياته النهارده دي اول مره لا هو اول مره يقرا كل دقيقه وكل ثانيه لا تقلق يا ابني ابتسم فوليدك شهيد وليدك شهيد الف الف مبروك والله العظيم تبقى ابو الشهيد بقى ابي يا شهيد فرقني ايه يا فرقني فرقني قال فرقني الاب شيء اساسي مثل ان هو دايما العمود الاساسي بتاع البيت يعني البيت من غير اب ما يبقاش ليه باب فعلا يعني لا يعني البيت من غير اب ما بيبقاش ليه باب هو زي العمود بس البيت زي الاب من غير باب هم هو اكيد عامل الباب في العمود هو عامل باب خرسانه مسلحه حاجه هندسيه انا ماليش دعوه بره عنك انت الموضوع ده خليك في العصر ده الباب والسند بتاع البيت والام صدق نفسه لا انا غيظني ان هو صدق نفسه بقى خلاص انا قلت حاجه مش قلت لي تمام برافو عليك تعالي لي بقى انا بحب امي جدا وبحب ابويا جدا وان لو انا دخلت مثلا البيت ما لقيتش امي طب فين امي فين امي يا علي فين امي يا ابراهيم اقل عيل تايه فين امي فين امي بس يا عمو فين امي يا علي فين امي يا علي انا ما اعرفش ومين علي ومين ابراهيم اللي دخلوا معانا الحكايه قصر وليه تسال علي على امك في شخصيات دخلت ده غلط يعني ايوه علي امي عندك قالوا لي انت بخير قلت الوجع بيبان بكتب لقلبك كل يوم جوابات ويوماتي ببعت وحشتني في الشات وبسيب حنيني وحبي في رسالي لما هترجع وقتها هتشوف اني بغيابك ظهري كان مايل واني بوجودك بتولد وبعيش بيوم غيابك ده كل ده لسه متالف حالا كل لسه وحي لا ممكن اكتب 100 قصيده شبه كده كنت وسط التصوير فما بقتش حمل الاستاذ عبدو بعت لك الرساله دي وبيسلم عليك خلي بالك لما تيجي تتكلم عليا ما تنساش ان انا محبوب عند الناس خش انت نصيبك يمكن تجيبك اتكلم والله ام الاستاذ عبدو مالها كانت ست فاضله وابو الاستاذ عبدو اللي هو الحاج عبده الكبير سيكا كان ست فاضل لا كان راجل كويس فاحتراما ليهم واحتراما لفرق السن لان ده برضه راجل بلغ من العمر ارذله 94 سنه فانا لو اتكلمت معاه يقول لي يا عم زي جدك بس خلي بالك الاستاذ عبده يقول لك انت بتجيب في سيرته كتير فهو محبوب عند الناس في الكلام بيوصل له والله بص اقول لك على حاجه زي ما عملت الاستاذ عبده اقدر اعمل 10 قده ماليش دعوه واسحل الكلام
خلصانه مع دكتور سنام لما قلت ما ليش علاقه بال اخر 10 ثواني مش علاقه بيهم فعملت في الفيديو. عميد الادب العربي الحياة تفسح الطريق للشخص الذي يعرف الأين هو ذاك. الحياة تفسح المضيق عندما يخد جفاف في الحنبليق. ده اللي بيحصل في دماغه. أيوة. يعني الحياة بتوسع للشخص اللي عارف هو رايح فين. بحضرتك إن لم توثق نجاحك لم يوثق. الذئب بيأكله. بعيداً عن ده محمد رمضان ذكي جد. أيوة ذكي بس. ذكي. الكاركتر ده مش الشخصية دي مش عجباني. ده مش حاجة. ده بجد. ولا غباء. يعني جد. حاجة لسه مش مسمى. ده هي احنا لسه مش عارفين هو في زحمة جوه. لا أنا قلت إن في نظرية علمية من آلاف السنين بتقول لا تربط ثابت بمتحرك. فالدين ثابت. ما خدناش احنا لا دي نظرية. والله كتر خيرك والله العظيم كتر خيره ان هو استحمل يقعد معاه للثانية 55. انا ما خدناش ابدا ما خدناه لا تربط ثابت ادي من الاف السنين لا تربط ثابت متحرك ده طلعت رادار لا ده محور. في كاميرات كتير قوي على الكوبري هناك. انا ما خلاص يعني ما عنتش قادر ما عنتش حمل ما عنتش بجد انا ممكن اسمي ما عنتش حمل جديد ما عنتش ما عنتش حمل قصه ثقافه النمبر 1 بقول لك انا حاسس ان هم هيقفشونا فشخ دلوقتي. هو مين ما خدش باله ان احنا خدنا؟ انا متاكد ان هم ما خدوش بالهم يعني دلوقتي موبايلك رن 6000 مره تفتكر هو مجلبهم. طب تعالى نمشي بسرعه احنا هنتدحرج تاني. انا هعمل ايه معلش اسند ظهرك وزق لحد الهنك زق لف كمان شويه. لا بلاش لحسن يبان انك بتديني بالرجل. يحيى ايه يا ساتر يا رب. بص ناحيه المايك ده انهي ده اديلهم واحده يا رب تخشوا الجنه يا رب تخشوا الجنه يا جماعه يا رب تخشوا الجنه. السلام عليكم. لا لسه انا لسه هاخد فوتوشوت اديني الفوتوشوت بقى. عامل ايه والله بص لحقنا لحقنا. هو عامه كنت عايز اقول لك ان انا مش انا المحب الوحيد ليك ده حقيقه. في ناس كتير قوي بعت لي رسائل عايزينك تشوفها. يا ريت بجد حرامي. ايه ده؟ ايه ده؟ دي رسائل المعجبين. حبيبتي ردي عليا مش قادرة اتنفس. لا 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 دي رسائل انا رسائل المعجبين تحتها على طول. معلش لخبطت في الشات. يا عمر رجع البنطلون اللي كنت واخده مني قوي. دي رسائل عمر. انا عايز رسائل المعجبين هتلاقيها تحتها على طول. مكتوب فيها اسمي. ايوه هي دي. كوميدي جولد. كوميدي جولد ده صديق البرنامج. مرة يحيى طلب شاي سكرو بره. كوميدي جولد. انا عارف الواد ده. الواد ده سالب واحد صح؟ ايه سالب واحد او واحد سالب ايه في اللعبه يا في في اللعبة. كارت سالب واحد. ايوه مره كوميدي جولد فاهم طلع له سالب واحد او طلع له واحد سالب كده. كوميدي جولد ده تربيه اللوست اصلا بيبتدي تقعد على طول. عبده مستعجل طلبت سكرو وجات لي ناقصه ما فيهاش ورقه الخازوق هتلاقيها قصتها في المونتاج تخيل كده. ايوه جميل. اسال كوميدي جولد اسال هتلاقيه تحت. نونا نعسانا انت عارفها؟ عارفها صديقة البرنامج دي لسه كنت بعت لها مسج فوق هي دي. خلاص بقى اقرا بقى ماشي. احكي لي قصه قبل النوم عشان مش عارفه انام. عرفت ما تردش عليك ليه؟ دي ام دي ام دي ام التفاصيل انبوكس ما تشيليش هم. خدني معاك جروب كده مالكش فيه. ماشي. توتة مكسوفة. لا يا حبيبتي احنا لحقنا يعني ما بتكسب. توتة مثقفة. مثقفة مش مكسوفة؟ لا لا مش والله معلش بس انت عارفني في الفرانكو يعني مش أيوة. الرواية الجديدة امتى؟ انت من اسباب هوبي في القراية. انت وكنزي مدبولي. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه اياد ده يا اياد؟ ايه امسك يا اياد امسك لو سمحت. انت متعصب ليه؟ امسك بس مش انا بمسك. امسك ايه ده مش طايل؟ مش طايل. بقول لك ايه؟ انت انا عايز لوست عبده تاني. انت عصبي قوي. بالعكس ده انا كده في اهدى ايام مش ماليش حق ابقى عصبي خالص يا اياد. انا عايز لوست عبده. ماليش حق ابقى عصبي خالص. انا عايز لوست عبده يا حرامي. لا انا عايز لوست عبده ماليش دعوه. ما انا قلت كده من الاول والله العظيم. انا قلت كده من انا عايز لوست عبده بجد. انت قلت انا ما كنتش زي ما انت مش زي ما انا عايز خالص. يا عم اوعى يا عم يا جدع اوعى شوف بقى لوست عبده بقى خلاص بقى يا ساتر والله العظيم. ثلاثه ايه من ثلاث ايام كده كنت ماشي انا والفيل والضرفيه والله العظيم. طيب خلاص روح انت بقى يلا روح انت روح. والله الله يخليك الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ازيك ايه وحشتك انا بقى صراحه وحشتك ما قدرتش على بعدي عرفت غلطتك ما تقدرش على بعدي
والله العظيم انا اسف يا صاحبي. اه والله يا اخي ترفسون النعمه حين تكون في ايديكم ثم تذهب الى غيركم ثم تعود خلاص الى خلاص يا استاذ عبد الله يا استاذ ما تقطنيش يا استاذ عبد الله. المعلومات الاسرائيليه اللي بتبقى في الكتاب بتاع اللغه العربيه ده هو صحيح. ايه بقى ده اهو ده محمود شويه شباب بيحبوك يعني من حبايب لوسطه. حبايب لوسطه بعت لنا حاجه عايزك تقراها. ايه رامز صباهو رامز معد صباح كوره رامز ازيك رامز عامل ايه؟ يا اسطى انت ما اديتنيش فلوس في حلقه الصايمه ولو ما خدتش الفلوس هقول للناس الحقيقه واعرف. طب لما ترجع انت الفلوس اللي قلتها عشان خاطر تطلعني ما قلتش ريسه في الحلقه الاولانيه ولا ما تخلينيش اقول بقى للناس بقى. لا خلاص يا صاحب والله العظيم انا ما اعرفش ازاي وصلت في البين بوكس ده والله العظيم ولا انا نو صلاح بيقول لي لو شفتك هزعلك. ده الفخر العرب. طب بلاش انت محمد صلاح عامه من حبايب البرنامج برضه. محمد صلاح كابتن اللي هو مدرب منتخب نادي الزمالك. لا مدرب نادي الزمالك فخر العرب. مدرب نادي الزمالك. لا هو انا اقصد ده اللي اقصده يعني. صحيح. انا اقصد ده هو مكتوب هو نو صلاح. نو صلاح نو صلاح بحرف الان. ايوه محمد صلاح مش بس متابع كده كده. محمد صلاح من اشد المعجبين بكده كده واخد التوب فان بادج على الفيسبوك وبيقعد يبعت لي رسائل كتير قوي. انا بصراحه باخد رسائل معينه لان هو بيقعد يسبام وانا محمد صلاح انا بحبه كل حاجه بس هو عايز يظهر في الصوره قوي عندنا في جت كده بس قشطه يعني. هو انا بحب محمد صلاح يعني. توتا مثقف. توتا مثقف. عاوزين يحيى. خلاص بقى قصتها في المونتاج. مي محمود اللوستا عبد البال في مين اطلق عليه لقب بلف وهل هو فعلا بلف فعلا ولا اشاع؟ لا هي الكوره فيها كام بلف؟ فيها بلف واحد بس اللي هو اللوست. يعني انت بلف فعلا. ايه انت بلف؟ لا انا اللوست. والله الفانز بتوعي دول احسن ناس في الدنيا. دول مش فانز دول اسر وهم كلهم ليهم دلال ودلال وشقاوه على اللوست. هم يحبوا اللوستا واللوستا يحب الفانز. لا مؤاخذه لوست عبد البلف زي كده. ايه لوست عبد العرباجي. ايوه انا لسه ودع يا توتا يا مثقف. ميدو اكس 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 اللوستة مشترك في بي ان سبورت ولا سارق وصل؟ ده سؤال مهم ناس كتير سالته لي. والله انت محتاج تراجع اسم ميدو اكس اكس اكس. محتاج تراجع اسمك. جيمر جزائري. جيمر جزائري فاتح قناه على يوتيوب بيحل مشاكل دايركت اكس. لا هو اللوستة هو احد شركاء في قلبي ان سبورت. قلبي هي اسمها قلبي ان سبورت. قلبي ان سبورت. قلبي ان سبورت. كوميدي يي جولد مره اللوست عبده اتزحلق وقع على كيرشه اتزحلق يا ابن الولد ده حلو يا واد ده بشكل كوميدي جولد ده اعجبني. بعمل الاعجبني منين هنا؟ بص ابعت لي ريبلاي بقى صوره صدرك او حاجه. لا ابعت لي صوره كرش. حلو. ايوه استنى خد قول. لا عيب ما يصحش صح قدام الناس. طب بقول لك يا استاذ عبده قول يا حبيبي بقى من العيال دي. انا في فرقه بجد انا سمعت انت مدير كبير قوي في فرقه مكفراني. ريال مدريد مسعلين الكل. ريال مدريد الشرابيه والله العظيم. مانشستر عارف فيلم الحريفه؟ دول اللي احرف منهم. دول اللي احرف منهم والله. دول اللي كسبوهم في النهائي. لا معلش بقى هم كانوا عرضوا النهائي بتاع المحافظات ما عرضوش نهائي الجمهوريه. نهائي الجمهوريه دول كسبوا فرقه الحريفه. يا نهار ازرع. فعايزينك مدرب كده ايه تكتيك لوست. ايوه عبد. انت عايز مدرب تكتيك تكتيك من ابو زمان. ايوه بس خلاص جاي منك. بقول لك ايه اتكل على الله وسيبها عليا. يلا بينا. بصراحه انا ما اتبسطتش ولا مع يحيى ولا مع اللوستة. انا اتبسطت في كل لحظه كوميدي جولد كان اسمه بيظهر فيها قدامي. يا اسطى والنبي انا خايف عايز اروح. يلا يا بيلي اخليش انت معاك اللوستة. لا جلجت. ها
حسنا مشاهدي الافاضل في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. المباراه الكبيره، المباراه المنتظره هنا في هذه الليله، الليله الاوروبيه الشامبيونز ليج، ولكن يبدو ان الفريق الثاني لم ياتي. نعم قد اتى هذا الفريق الخبيث. حذاري من الاطفال، حذاري من الاطفال، اكرر حذاري من الاطفال. تنطلق صفارة سيدي الحكم ومعها اللاعبين في كل أرجاء الملعب، ضغط قوي في بداية المباراة، والمحاولة الأولى عن طريق ياد الموجي. يا سلام، شوف التاكلينج والمحاولات القوية وسط التدخلات القوية والهدف الثاني. نعم الهدف الثاني، نعم يا سلام. قيادة أستاذ عبد البلف يعطي التعليمات هنا إلى داخل أرضية الميدان، والتسديد يقلصون الفارق، ويعاني الأستاذ عبد البلف هنا على الخطوط. حذاري هنا، الأستاذ عبد البلف يعطي التعليمات لإياد الموجي هنا، يريد أن يلعب بخطة 4-2-2، وإياد الموجي يعاند، ولكن لسه الكرة من الجانب الأيسر، والمحاولة لفريق الأطفال، والعرضية الخطيرة، أين التسديدة؟ التسديدة با 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 جول. خلاص أستاذ عبد البلف خرج عن شعوره في هذه المباراة، تاكلين قوي جدا، ولكن حكم المباراة. لا يا شباب، لمسة ومرور جميل جدا ولا أروع من الجانب الأيمن. هي المحاولة الأخيرة في هذه المباراة، تعليمات البلف، استلام من إياد الموجي، تسديد با 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 جول. ارزونا كريم يا الله، الحلم لسه بعيد يا الله، بجري مستني يا الله، ساعات بحس بدي قولوا بلاي ما يما، عايزين يا مدبيحة يما، عندي سكة طويلة يما، دعيلي ما تجلي الحركة بتنقبص، ادعيلي يما، كلاب كلاب برب والحارس الله، عاملين كمين المدمنين كانوا عايزين نجرب، والنار بتزيد عايزين نقرب، منهج شارع كبير مش في المقرر، دنيا الغلبان بيعيش ويموت من فرح. ارزونا يا كريم يا الله، الحلم لسه بعيد يا الله، بجري مستني يا الله، ساعات بحس بدي قولوا بلايما يما، عايزين يا بد بيحة يما، عندي سكة طويلة يما، دعيلي ما تجليش.